معكم أمين بيرباطوف، وغادي نشرح لكم الطريقة ديال مشاهدة المباريات عن طريق برنامج سوبكاست. أول حاجة غادي نتيليشارجيو البرنامج، هذا هو الرابط من الموقع الرسمي ديال سوبكاست، غتلقاوه في الديسكريبسيون. نكليكيو على ميغور أه؟ ابخي كنكليكيو على داونلود ناو، وغادي يخرج لكم منين تيليشارجي البرنامج. بما انه ديجا عندي ما غاديش نتيليشارجيه، كليكي على انيولي. طريقه ديال انستالاسيون ديال البرنامج سهله، دوبل كليك كتبعوا الخطوات نيكست 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 حتى الاخر. ابخي غادي نلونسيو البرنامج سوبكاست. كليكيو على سو كونيكتي، نتسناو حتى يتحل. هذا هو البرنامج. الان خصنا روابط منين نجيبو الماتش. نمشيو للموقع اللي كيوفرها، هو موقع wysiwyg.tv. غادي تلقاو الرابط ديالو حتى هو في الديسكريبسيون ديال الفيديو. هذا هو wysiwyg، كنكليكيو على لايف سبورتس، اختاروا فوتبول بيان سور. كتعطيونا لا ليست ديال لي ماتش اللي ملعوبين مباشره في نفس الوقت اللي حنا داخلين فيه الموقع. كنقلبوا على الماتش اللي بغينا نتفرجوا فيه. باغ اكزومبل غنجربوا ماتش بايرن ميونخ وريال مدريد اللي خدام دابا. كليكيو على لايف، وتخرج لنا القائمة ديال المباريات. إذا كانت عندك كونيكسيون خفيفة من 4 ميجا الفوق، يمكن لك تختار إذاعة اللي عندها البيتريت عالي. باغ اكزومبل هذه تونيزيا اللي هي الجزيرة 1240، يعني كاليتي مزيانة. نكليكيو على بلاي ناو بوطون دغوات، ونختارو كوبي لادريس. نمشيو للسوبكاست، نكوليوها هنايا، ونكليكيو على هاد السهم الزرق. كليكيو على هاد لالوب هنا باش تكبر الصورة، ونتسناو الإذاعة تشد. كونيكتين تو ذا تشانل، هاد الرقم هنا يبقى يتشارجا منين غادي يوصل لديك 80%، غادي تشد الصورة مزيان. في الأول كيبقى البرنامج يقطع شوية، ولكن من بعد من كتحمل هاد الرقم راه كتشد الإذاعة مزيان بالصوت والصورة. نتسنى حتى تيليشارج مزيان. نقدروا نديروها بلان اكرون ملي كتشارج، نستمتع اول مباراة. ايشاب باش نرجعو نحيدو البلان اكرون. الا بغينا نشوفو نجربو اذاعة اخرى، باغ اكزومبل هادي قناة روسية البيت ريت ديالها 1710، خصنا ضروري نتأكدو ان الليان اللي غادي نكوبيو تكون مكتوبة هنا سوبكاست باش يخدم في سوبكاست. نجربو باغ اكزومبل كاينة سكاي سبورت تعليق انجليزي 1930، ناخدو الليان ديالها ونمشيو للسوبكاست ونكوليو. كليكيو على السهم الزرق ونتسناو الإذاعة حتى تبان. فوالا، هادي الصورة كتبان أكثر وضوح، مخودة من سكاي سبورت 2 HD. فوالا إذا عاد شارجات نديرها بلان إكرون.
ومن نفس الطريقه الا بغينا نبدلوا الاذاعه ولا بغينا نشوفوا اي ماتش اخر سواء في الشامبيونز ليغ ولا في الدوريات الاوروبيه ليغا بريمير ليغ كالشيو بونديس ليغا فرنسا البرتغال إذا كان عندك ADSL DB 4 ميجا ما كنظنش تخدم لك أي إذاعة من عندهم البيت ريت عالي، لذلك يفضل تخدم الإذاعات اللي عندهم البيت ريت متوسط بحال هذه سوبكاست تي في آر 1 878. كل ما كان عندك الدي بي كبير كل ما عندك حط ان الاذاعات اللي بالبيت ريت عالي يخدموا. هذا الشرح هذا حصري الجروب مانشستر يونايتد فانز في المغرب، اهداء جميع الاعضاء والعضوات وكذلك لجميع الاشخاص اللي كيبغيو فريق مانشستر يونايتد. شكرا، السلام عليكم.